انا عيانة خالتي، عم يشوفوا باش يدير لي افيون سبيسال باش نعود. ما خديتش 6 ركعات مني، ومانيش خاصني كيما نقول لك نموت هنايا ويهودوني في صندوق. انا نتمنى يهودوني نشوف ولادي ونشوفكم انتوما كاع. مانيش قاد خاوتي، والله ماني قاد. سيد الوزير بارك الله فيك، كنت في حل ويعطيك الصحة، والشعب الجزائري كذلك كنت انت واقف معايا. معليش إذا بغيت ربي يزيد كمل خيرك وما نساش حتى الممات تاعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة بير تي في، في هذا العدد الخاص اللي درناه بالمرحوم سمير الحجاوي. على كل حال احنا متواجدين في مدينة تلمسان، بالضبط في سيدي سعيد، في بلاصة اسمها عين قرجة. هنا المرحوم هو على كل حال مازال ما جاش، اليوم رانا 3 لـ 4 غاد، وعاد ان شاء الله يجيبوه والدفينة تاعو تكون بالخميس. اخويا سمير ما تشبعش يا اخويا، انسان ما شاء الله حاجه مرفور كاع كيما اخويا سالم هكا، الناس قاعده تبغيه كيما هو كاع الناس تبغيه. فوت حياته في فوتبال، الناس ما شاء الله وليده وفاميليا ما شاء الله، خوته كاع الله عمرها سلعه، وكتو الحباب اللي راهم يجيو من كل بلاصه. وزعما واش نقول لك، مشى واحد انسان اللي زعما تعيا شحال مواتب كيما تقدرش تصور. والحباب والله يصبر الزوجة تاعه والديه خوته، وراك تشوف حنا نستناوها باش يجي لنا الله يرحمه السي علي. تموت في الغربة شوية عادي، ربي كتب له تما خويا، والله ربي راه مكتب له تما يموت الله يرحمه السي علي. الله يرحمه السي علي والسلام. واش نقول خويا، احنا نستناوها غدوة ان شاء الله ربي كتب يجي وندفنوه ان شاء الله. ايوا يا سالم خويا، زعما انسان مشى لنا واحد اللي حبيبنا ونبغيوه بزاف والشعب قاع يبغيه، وراك حنا الناس قاع نستناوه هنايا، وربي الاجل تاعها مكتوب تاعه. الله يحفظك خويا سالم، الله يجازيك، الله ينورك كيما راك درت لنا الهده، الله يسقلك في الوليدات. حبيبنا لازم والله يحفظك، حيت كاين ناس ما غاديش يحضروا الجنازه، على الاقل يشوفوا. لا ليشان واه كان واك شاء الله غالب، كان اللي بعيد وكان هذه مو الناس قاعد تبغي سمير خويا. سمير ما شاء الله عليه وليده وتفاميليا، زعما فوت حياته في فوتبال، وراك تشوف حياته ما استغلهاش بزاف. الاجل هذا هو، الله ينورك جايز خويا صحيت. سمير خونا الله يرحمه وربي يوسع عليه. حنا واش نقولوا، نسال الله سبحانه وتعالى يتغمده برحمته ويجعل من اهل الجنان، هذا هو الكلام اللي نقولوه. وكان انسان مؤمن، انسان مولا خير، انسان يعني مواظب على صلاته في وقتها، وراك تعرفوه في المجال الرياضي، انتم راك تعرفوه. ونسال الله كما قال فارغ فارغ كبير، نسال الله زعما يعوضها ان شاء الله بولاد ان شاء الله. واش عارف عمره هو؟ 41 سنة. هذا هو، نسال الله سبحانه وتعالى يرحمه ويتقمد برحمته الواسعة. خونا راه فقدنا اخ عزيز علينا بزاف، هذه اخي مازال في الغربة، اسمه مازال ما جابوش. لا غدوة ان شاء الله، غدوة ان شاء الله يكون يجيبوا على الجزائر، والخميس ان شاء الله يندفنوا لنا ربي يوفق. هذه اخويا الله يرحمه، ربي ما كتبلاش كان باغي يشوف وليداته، الامنية تاعه كان باغي يشوف وليداته، كنت كل يوم اتصال معاه. ربي دام انته الله يرحمه ويوسع عليه. كان صديق مقرب ليك ولا؟ كان صديق مقرب ليا كلش، ما كنا لاعبين في فريق وداد تلمسان من الاصغر حتى الاكابر، كنت معاه. كان خويا مسكين اسمه، ما قدرش نعبر باسكو حد الان الى يومنا هذا مازال ما امنش بدي اني دروك راني نستناه يعيط لي. كان كل ما يعيط لي دروك راني نستناه يعيط لي، عاد كي نشوف هذا الشعب ونشوف هذا الجنازه باش عاداك نتكاكل نقول بصح صبرت بصح. هذه هي محمد، ما كاش ما فاقش للمر تاعو ولا شي، ما هو صافي بالك 2 سنين كان يحس بالوجع، بصح واشني هذه قريب واحد العام
كي مشى يفوت قالوا له دير فيك لارتروز، شغل طول هو ما فقهولاش لارتروز 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 حتى دار هذيك لاباري هنا، شغل طول مسكين. كي مشى للالجيب كي دار السكانر دار ليارام صاب عنده هذاك عامق عام باش على باله، عاود طولوا عليها في لوبيراسيون في لوبيتال باش يديروا له لابروتيز، عاود طول الطول 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 كي ربي كتب له باش يروح للخارج، كي راح للخارج صابوه ميتاستاس صابوه كونداني. عيا مسكين جاب الحمد لله الحمد لله عنده ايمان قوي، انسان ما يخافش من الموت، هذه هي زعما نشهد الامام انسان ما يخافش من الموت، كان عنده ايمان قوي تاع الصحاب. لابروف كان في غيبوبه ونادي يصلي العصر كان في غيبوبه ما كانش يهضر كاع ما كانش على بالك، كنت نهضر معاه بصح ما يقوليش انا اسمي كريم، يقوليش كريم فهم يعطيني اسم واحد اخر، كان يطيح وينو دير قد وينو دير قد وينو. هذاك النهار اللي طاح صلى العصر كان في غيبوبه، واش الغدوه ان شاء الله كنا نستناو باش يجي على البارح تتوفى. امنيه تاع مسكين يشوف وليداته، امنيه تاع هذا ما كان، هو كان قال لي كريم باغي نحضن غير وليداتي، نحضنهم غير نوصل نحضنهم كما شفت في الفيديو اللي دار نحضنهم، هذا ما هي الامنيه تاعه. الحمد لله الحمد لله ربي وفقه في كل شيء، ربي ما كتب لهش في وليداته، راك تشوف المحبه تاع الشعب الجزائري محبه كاع القناه، انتم راكم معاه نشكركم معاكم تشوفوا وزاره الشباب والرياضه قامت وزير الشباب والرياضه دي جي اس تاع تلمسان، الرئيس جمهوريه سي تبون، المناجر تاع وليده تلمسان يوسف بالرحال، الجاليه تما اللي وقفوا معاه باش خرجوا له الكوارت باش داوه لوبيتال اليوم باش داوه لايروبور. نشكر كاع الجاليه الجزائريه اللي في الخارج حق نعطيهم الصحه وبارك الله فيهم وقفوا معاه، والجاليه في كل في كاع العالم وقفوا معاه. شفتوا البارح كنا شفنا واحد التصويره في الفيسبوك شفنا سويلح ثاني مسكين تا هو سويلح هو خطر تصور معاه وخطر هذاك المستشفى تاع لي كونسيرو هذاك تاع لي كونسيرو هذاك شغل كونفونسيوني مع ليطا كاع لي من الكونسير تما يمشي لهذاك كان بيناتهم دو شومبر راح شافه تما وراح شافه حتى الشيفا ان شاء الله واش ان شاء الله وحتى السي قرباج حتى هو كان تما مشى شافه هذه هي الحمد لله ربي يرحمه ويوسع عليه لما كان. نشكركم انتم اللي وقفتوا معاه بارك الله فيكم الله يرحمه ويوسع عليه صحيته يعطيكم صحيته. سمير خونا كما قال خونا وحبيبنا وإنسان مولاه خير وخونا من الصغر صاحبنا وحبيبنا ونشهدوا عليه أمام الله كما قال مولاه إنسان مولاه خير، عمرنا وسمعنا ليه حاجة تاع الشر ولا كما قال الحاجة اللي كاينة يساعد الناس المساكن مولاه خير في بمعنى الكلمة، إنسان ما شاء الله ولكن مجت هذا الموت الله يرحمه برحمة الله. وقال لنا هدروه قديم وفريمو غادي يخلي لنا فراغ كبير الله يرحمه الله يصبرك امين. هذه هي الدنيا ولدي ساعة مربي عمري ما عندي حتى حاجة معاه ما عاقل ترونكيل يجيب بو يحب الدين بو الصلاة نديبلاسي وانا وياه في الطريق نريدو ونصليو في الطريق وخصو ما يمنعش انسان مودين تاع الصح ماشي تفرج على التلفزيون كتفرح به نفرحو ونشوفو والله غالب هذه هي الدنيا ولدي ودو جميع شيخو جميع وما يحبش حاجة تاع الضرورة ماشي محقود إنسان طيب تاع الصح وراه ربي عطانا المثال تاعو كيش مات وكيش هادي وحنا شفناه والله رجعنا من الطريق تاعهم والله يلطف سامر جمرة شات ومشات هادي هي وبقى خاطرنا شوية اللي ما دخلش هنا البلاد متمني يموت هنا إنسان وطني تاع الصح ما يبغيش على بلاده
وفين ما مشى الحمد لله يا ربي ما خلاش كلمه تاع بلاد اللي مشى لها وخدم فيها تا يهضر فيه بالخير. ايوا هذه هي ولدي، والله يعطيكم انتما الصحه، الله يعاونكم، والله يجيب الخير لبلادنا، ونطلبوا من الحكومه اللي عملت به ووقفت معاه، دارت الواجب، دارت الواجب بلادنا. ونتمناو هي الحاجه انا بعدا نتمناها انا من قلبي، يسجدوا لنا هذا الطب هنا في بلادنا. انسان الا يموت يموت في بلاده، ولا هذه يمشي بلاده، المهم راهم يمشي ويتمشى ويجوا في الصناديق. طلبوا البلاد تاعنا تسجد ويسجدوا لنا سبيطارات هنا. الاكثر اللي راهم يمشوا عمرنا ما سمعنا واحد ولا لا ما سمعنا واحد صحيح وي كيف كيف. وعندنا الطباء تبارك الله، والطباء تاعنا ما عندنا ما نهضروا فيهم، ناس طيبين. واش خصهم امكانيات، خصهم حقهم، الطبيب تعطي له حقه باش يكون يروح عليها. اليوم ولادنا راهم في الخارج، ولادنا راهم في الخارج، في ربعيه ما جابوش ما جاش، كون راه هنا كون راه المدفن وراه نريحوا شويه. والله ينصر فلسطين على اليهود وجمع القدس يولي للمسلمين، وفاركم يا الرقصاء تاع الدول تاع العالم، فاركم على فلسطين. راهم يقتلوا في الدراري الصغار، ويقول لك حقوق الانسان، هذه فاركين. راهم يقتلوا الدراري، يضربوا الباطيمات اليهود، وكاين اللي عاملين معاهم المعالقات وعاملين الامباسادور تاعهم عندهم في البلاد، هادو مسلمين. والله ينصر الدين تاع الاسلام. انسان الله يبارك، مولا خير، وانسان متدين. واش نقول لك، خدمنا معاه، كلينا معاه الخبز، انسان متواضع. واش نقول لك، حنا نطلبوا له الرحمه والسلام، نطلبوا له الرحمه، الله يرحمه براب. ما اش نقول، ما كنتش نعبر لك عليه خويا سالم. انا واش نقول، لا اله الا الله محمد رسول الله والسلام، الله يرحمه ويجزي سالم. نشكر قناة بير تي في على هذه المبادرة. خونا سمير كان إنسان طيب وناس ملاح، ويوقف مع المسكين، وكان إنسان ماشي متكبر، يشوفك من البعيد، يكون يعرفك يعيط لك، يكون هاود باللوطو تاعه يحبس لك يقول لك فارك ماشي. إنسان الله يبارك. أزرنا أزرك عند الله. الحمد لله، في الحقيقة ما شفنا من عنده هاي الخير، ونطلبوا له الرحمة، وهذا ما كان واسم معنا من إنسان هايل. هو إنسان مربي ومثقف. مرحبا الله يرحمه ويوسع عليه، كان ماشي كزامي، كان كأخ، إنسان خلوق، إنسان مولا خير، نشهدوا له عليها هذه. نطلبوا له الرحمة، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يعطي الأهل تاعه الصبر. وحنا دروك ندعو له بالرحمه والسلام، جعل ربي ان شاء الله ربي يرحمه ويوسع عليه. وانسان انسان مولاه خير، هذه شهاده لله. نحكي لك هذه خويا سالم، حنا كنت ديبلاسي معاه المحمديه، والله هذه شهاده. في الطريق اذن علينا الاذان تاع صلاه العصر، ريضنا لوطو وريض، وصلنا في الطريق، هذه شهاده الى يوم الدين. حنا نطلبوا له ربي يرحمه ويوسع عليه، والله يعطي الاهل تاعها الصبر ان شاء الله. إن الله إن الله راجعون. ما إحناش قادرين نهضروا سالم، وما إحناش قادرين نهضروا. هذه هي سنة الله في حياته، هذه هي الله يرحمه ويوسع عليه. ساعات ما يبغيش عليا، حضروني تعاد عليا هاكم. كان يسلكك؟ كان يسلكني مسكين، نبغيوها بزاف. هالخطرة جينا التالية وقي عنك فيا ويزير. حق ودعمي ما كاش كان محبوب من الشعب، من كل فريق، ولا من كل فريق الجزائر وفريق الخلف، ولا سيابي ولا تيجي وزو، ولا ما سمعناش منه كلمة تاع العيب. نبوس عليه مليانين، يعني ناطق رسمي تاع فريق وداد تلمسان. احنا متأثرين بهذا الخبر هذا تاع وفاة الحارس السابق تاع الحارس الدولي والحارس السابق تاع فريق وداد تلمسان.
تاع زين الخالصه لاهل الشعوب والى الرياضيه كلها الى الرياضيه ولها الى الشعوب. سمير يعني ما كانش اللي ما تاثرش عليه، كان انسان خلوق، لعب والله العظيم العبارات ما تقد ما يقدرش من هذا. نتمنوا له الرحمه. 41 سنه شاب، شاب 41 سنه يعني سين بيرت بول العائله الرياضيه والعائله يعني انسان سمير كل سوا في الملاعب ولا خارج الملاعب، انسان خلوق، انسان طيب، انسان ما نقدروش ما تقدرش تسال ما تهضر عليه ما تقدرش تتكلم يعني. نطلبوا الصبر، الصبر لاهل سعول، الوالد والدة سعول، اهل سعول ولادو الصبر. نتمنوا له يكون من اهل الجنه ان شاء الله. واش نقول لك، نقول بلي ما كانش كاين اهمال من جهه الرياضه في حق سمير. كان كاين اهمال وعلى كل حال نشكره يعني الوزير اللي كان قام بالشروطات تحركت شويه، تحركت يعني كانت تحركت وهذا سي مكاتب الله يعني. واللاعبين كما هادو دوليين ننساوهم، ما مدوا الكره الجزائريه، مدوا كل شيء للكره الجزائريه. حارس حجاوي الله ربي يرحمه، حارس السابق تاع وجهة التلمسان، حارس الفريق الوفاق سطيف العالمي، حارس الفريق الوطني. ونعرفوا باللي سمير لعب ضد ميسي، الاسماء كبيره في العالم. يستاهل يعني انسان ما صدره سمير. كنا العائله الرياضيه كانت لها به كي كان حي سمير حقيقه يعني. والله العظيم احنا متأثرين، وانا تعازينا الخالصة نقولها باسمي باسم الفريق تاع وداد التلمسان. واش نقول لك، ربي يرحمه وان شاء الله يكون في الجنة. الفيد هو امر الله، الحمد لله، لله ما اعطى ولله ما اخذ. ولكن زعما انا كان تقريبا جل الوقت تاعه كنت نقضيه معاه، سواء كان يجي عندي في المطعم ولا كنا نروحوا نديبلاسيو ونلعبوا لي ماتش هذاك يعرضونا كنا نمشيو. وصراحة ما نكذبش عليك، ما هذا جامي، هو إنسان جد خالوق، إنسان مواتب على الصلاة تاعها، على كما حنا نقولوا إنسان ستريكت، إنسان دروا وبيوت في حياته. كما اللي قلتها بإذن الله، كان يعاوني في غرفة رمضان، وكان يعاوني في الأعمال الخيرية تاع الحي، زعما راه كثر خيره. وكما يقول لك حنايا ما بغيناش الخلق، بغى سمير وحب الله كان اكثر. اختار ربي يقول لكم اذا احب الله عبدا ابتلاه، غلب حب الله حب العباد. ومن احب الله من احب لقاء الله احب الله لقاءه. وحنا الدوله نثقوا فيها، جراو معاه داروا البوسي باش يدخلوه. الله غالب، الله غالب. نشكروا الوزير الداخليه، ونشكروا المدير شباب الرياضه تاع تلمسان اللي ما خلاش عليه الجد كل يوم يعيط لنا، والوالي تاع تلمسان زبطنا الوالي ثاني نعزيوه زبطنا هذه كان هذه ونعزيوه الله يرحمه ثاني الله يرحمه خوه الله يرحمه. والوالي تاع تلمسان جرى معنا نطلبوا له ربي حتى هو اخوه ندعيوا له بالرحمه. سرطان هذا سرطان، الله ينجينا. واش نقول لك، الله ينجينا. انا راه عندي واحد الوليد صغير عنده 6 سنين، انا راني هادي عامين وانا نشري مع هذا السلطان. زعما لا ربي نجي عنده كونسير في الدم، سلطان في الدم، كونسير 200. وتا هو مسكين راني نجري معاه، راني في التحال عنده 11 12 2019 2019 راه في العامين، وانا راني نطلع للحاسي خاطر هنا في تلمسان ما كانش راهم يديروه، كانوا يديروا له لاشيمي. ومن بعد ولدي خصه كراف دوموال، زرع النخاع العظمي. صح. وهذه زرع النخاع العظمي لا كاين في البلاد، بصح البلاد كيفاش؟ كي يكون عندك اخ سالم، كي يكون عندك المتبرع. اللي يكون عندك زعما تطابق في كيف التحاليل. دروك حنا كيعيرنا انا وامه واخوه، جبرنا زعما ما كانش غير 50%، و50% ماشي حاجه اللي زعما تتبرع له بها.
وهذه العمليه يديروها زعما غير في الخارج، لا يديروها في الاردن وفي الترك ويديروها في فرنسا. دروك في الاردن وفي الترك اللي تخلص غالي العمليه بزاف. شوف الترك زفتوا لا فاكتور فيها مليار و600، وفي الاردن زوج ملاير و400. انا راشم محمد رايان، راشم محمد رايان دوسيتا ورا في بن عكنون، في بن عكنون. زفطولي البارح زفطولي روجي، زوج تاع الدوسيير زفطولي روجي. بغيت انا نعرف على زفطولي روجي، وعندي بيان بالمعنى هذا الولد ما عندهش المتبرع حنا في الجزائر. انا هي انا خالتي عم نشوفوا باش يديروا لي افيون سبيسيال باش نعود. ما خديتش استرى كاتبني ومانيش خاصني كيما نقول لك نموت هنايا ويهودوني في صندوق. راني نتمنى يهودوني نشوف ولادي ونشوفكم نتوما كاع. مانيش قاد خاوتي، والله ماني قاد. سيد الوزير بارك الله فيك، كنت في حل ويعطيك الصحة، والشعب الجزائري كذلك كنت انت واقف معايا. معليش إذا بغيت ربي يزيد كمل خيرك وما نساش حتى الممات تاعي. سال غريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني.